اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، منورني ومشرفني دايما المره الثانيه، وبرحب بيكم المره الثانيه. ونورني وشرفني النجم استاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. نور الدنيا. الله يخليك، ومرحبا بكل المشاهدين، ودايما بنبقى سعداء واحنا موجود في قناه النادي الاهلي. طبعا اكيد بيتكم، طبعا بيتكم. عندنا ملفات كثيره جدا، اعضاء الجمعيه العموميه بتسالوا عن عده ملفات، الاشتراكات والانشاءات والجماهير، طبعا الجماهير الاهلاويه، انشاءات الاهلي في الفروع الثلاثه، التجمع وشيخ زايد، مدينه نصر، وطبعا الجزيره، الانشاءات الجديده. عندنا ملفات كتير جدا نتكلم فيها ونطمن كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. تحب نبدا منين؟ ادي لك نقطه البدايه. نقطة البداية أن الحمد لله خلال السنة اللي فاتت من يوم تكلفنا بمجلس إدارة النادي الأهلي واستكمالا للفترة اللي موجودين فيها، لو هنبدأ بخطة إنشاءات اتعمل خطة إنشاءات مدروسة لها مواعيد محددة يتم التنفيذ بها، بتتابع بدقة من كل المسؤولين في النادي على رأسهم كابتن محمود الخطيب. الخطة دي نفسها بالتبعية بيبقى ليها بلان معين، المفروض ان انت تبدا تخلص في حاجات تلبي رغبات الاعضاء اول باول، يعني في حاجات كانت محتاجه انها الاعضاء ضروريه لازم كانت تتعمل، وفي حاجات معينه مختصه بالتطوير نفسه اللي احنا دارسينه للنادي الاهلي نفسه كحاجات كتيره من ضمنها البوابات والاسوار وخلافه. لو تناولنا مثلا نبدا بالجزيره، الجزيرة في صالة الكاراتيه الجديدة دي خلال شهر إن شاء الله هيتم تسليمها. أسوار النادي انتهت بالكامل، الحمد لله مثار إعجاب للجميع اللي حصل في موضوع الأسوار، بحيث بتخش أي فرع من فروع النادي الأهلي خلاص هو ستامب واحدة كده، بتحس إن ده هو ده النادي الأهلي. زي أي كانت المحترمة اللي ليها براند معين، من لحظة ما أنت بتيجي تدخله تحس بالكلام ده. حضرتك بتتكلم وبرجاوي جايب لنا كل الانشاءات، يعني ماشيين مع حضرتك بالصوره، اتفضل. خد بالك يعني عدد الاعضاء زادوا والقصه اختلفت عن زمان، وفي نفس الوقت بتلاقي ان البوابات نفسها سواء من الناحيه الفعليه او كده ما بتكونش مناسبه ولا ملائمه للاعضاء، حتى المكان الدخول نفسه يعني. يعني فالحمد لله يعني دراسات اتعملت كتير قوي هندسيه وانشائيه للكلام ده، وتم التنفيذ زي ما بقول حاجه كده، الجزيره كلها انتهت تقريبا يعني. يعني كل اسوار النادي في الجزيره خلصت يعني. عندك في الجزيره في مدرج كان مهم اصدار ان احنا نعمل شكل للنادي، حتى لو عندنا 50 60 فرع يبقى الشكل العام هو واحد، هو شكل النادي الاهلي. الحمد لله كل البراندات والكيانات الكبيره هي كده، لما تيجي تخش مكان واحد مختص بيه هو البوابه نفسها ومظهر السور نفسه، هو بيعلن عن نفسه، انت تقول على طول ده النادي الاهلي من غير ما يكتب الاسم او اليافطه. بالظبط يعني. بالظبط. عندك هناك في مدرج كره القدم برضو في النادي الاهلي، تم البدء في اعمال التشطيبات. المفترض خلال 3 شهور ان شاء الله هيتم الانتهاء من الكلام ده الخاص بمدرج الكره. ده مهم جدا برضو، لان انت عندك برضو في مدرج اللي هو الثاني اللي كان قايل لسقوط، المفروض ان احنا خدنا التراخيص ان احنا نزيله، فيعني دي مرتبطه بدي. وفي نفس الوقت المدرج ده كان بقاله فتره المفترض كان يحصل فيه انشاءات كتير، فالحمد لله خلاص يعني خلال 3 شهور القصه دي هتنتهي ان شاء الله باذن الله. في ان شاء الله يوم الاثنين الجاي هنفتتح ان شاء الله صاله الجمباز في النادي. ده في الجزيره برضه. ميت نصر، لما بتدخل ميت نصر بتحس ان في خليه عمل، يعني خليه نحل كده من الانشاءات والاعمال موجوده هناك. عند حاجه في مناطق جلوس الاعضاء، دي مشاريع قائمه يعني، في من ضمن المشاريع القائمه المنطقه الترفيهيه دي هتبقى على اعلى مستوى، هتبقى حاجه كده براند جوه الانديه المصريه يعني لما تعمل في النادي الاهلي. جميل. في الاسوار، في البوابه الرئيسيه، ده اللي متعلق اللي هو بميت نصر. الاسوار تم انتهاء من المرحله الاولى في مدينه نصر. مدينه نصر المرحله الاولى انتهت في مدينه نصر. باقي المشروعات ان شاء الله هتسلم تباعا اعتبارا من اول فبراير. تمام. لو دخلنا على الشيخ زايد، في مجموعه مشروعات مستقبليه مدة التنفيذ فيها كلها هتبقى سنة من استلامنا للتراخيص، يعني جاري حاليا استقرار التراخيص من الجهاز المختص في الدولة. والمشروعات دي على رأسها طبعا في صالة جمباز، وفي الكاراتيه، في مجمع سكواش، وفي أجزاء من البوابة الرئيسية بدأ إن هي بدأ العمل فيها يعني.
بندخل على بعد كده ان شاء الله على المولود الجديد اللي هو القاهره الجديد، فرع القاهره الجديد. مدة تنفيذ المرحله الاولى في فرع القاهره الجديد ان شاء الله هتبقى سنه ونص من استلام التراخيص. تمام. يعني مجرد ما هيتم استلام التراخيص سنه ونص هتنتهي المرحله الاولى اللي هي افتتاح النادي نفسه. ده الماكيت مع قدام حضرتك الصارق والساده المشاهدين، ده ماكيت نادي التجمع، نادي الاهلي فئه التجمع زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده ماكيت تصوري. اتفضل. المرحله الاولى هتبقى عباره عن المبنى الاداري وملاعب كره سله ويد واسوار النادي ومناطق جلوس الاعضاء. تمام. وبعد كده ان شاء الله لما تخش على المرحله الثانيه يبقى حمام السباحه وغيره من الحاجات الرئيسيه. تمام. كل الانشاءات دي الحمد لله بتتم في توقيتات محدده وفي ناس على اعلى مستوى جوه النادي، في اداره هندسيه برئاسه المهندس سامح كامل، في متابعه كامله في بعض المشروعات من الناس تانية جوه النادي مسؤولين. كابتن محمود خطيب بيتابع بنفسه المشروعات، حتى النهارده كان في زياره برضو متابعه المشروعات نفسها، واوقات بيكلف من مجلس الاداره زي المهندس محمد سراج ان هو يتابع بخبرته في العمليه الانشائيه والهندسيه. فالحمد لله مع المكاتب المتخصصه فكلها ماشيه بانتظام وفي نفس الوقت في مواعيد محدده، وكل ما هو كل راحه اعضاء النادي الاهلي يعني كلها تلبيه رغبات النادي الاهلي. لو اتكلمنا على الحته دي اللي هي ليه انت النادي الاهلي نفسه بيهتم بالحاجات دي، الحمد لله عندك اعضاء، انت داخل على ضغوط جديده كمان متعلقه بدانا فيها بالقاهره الجديده، داخلين ان شاء الله مستقبلا على سلسله فروع المفترض ان شاء الله تكون داخل وخارج مصر تغطي حاجات كتير، ممكن تكون بنيولوج جديد بطريقه جديده باسلوب تعامل جديد في طريقه فروع نفسها، لكن كل ده بيتم دراسته ان انت تغطي كل حاجه. في نفس الوقت الناحيه الخدميه انت شغال على محور خدمي وانشطه خدميه واجتماعيه ورياضيه، المحور الخدمي طبعا بيشغل حيز مهم جوه النادي. الاعضاء الحمد لله في يعني لو اتكلمنا على المنافذ الموجوده جوه النادي، الاعضاء لقوا الفتره الاخيره كم براندات نفسها لمحلات اغذيه وخلافه والكلام ده ومشروبات موجوده جوه النادي الاهلي ما كانتش موجوده قبل كده، وحاجات ذو ثقل يعني بتنتقوا طبعا البراندات او الاسماء. في مدير مسؤول للكلام ده وفي لجنه للمنافذ، دي برضو ما كانش فيه الكلام ده قبل كده. في لجنه للمنافذ دي مشكله من اعضاء مجلس الاداره مع بعض المديرين التنفيذيين جوه النادي. تمام. ودي برضو بتقوم على طول اول باول انها تبص على الحاجات اللي هي تليق بالنادي الاهلي سواء براندات او خلافه، وفي نفس الوقت تلبيه لرغبات الاعضاء الحاجات اللي هم بيطلبوها اللي حاسين ان في احتياج ليها جوه النادي. وده كل ده حصل في الفتره اللي فاتت. حتى لو دخلت النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي منظر حتى الشاشات يعني الشاشات الشاشه العملاقه اللي موجوده في فروع النادي الثلاثه حاجه مخليه الاعضاء عندهم الحمد لله نوع من الارتياح للمظهر العام ولتقضيه وقت سعيد وملائم جوه النادي الاهلي ومريح. بتعملوا الحاجه اللي تليق بالنادي الاهلي يا استاذ وتليق باعضاء طبعا الجماعه العموميه. طبعا بالظبط بالظبط.